لدينا عادة في عائلتنا، وهي أن المرأة بعد الولادة وبعد أن تطهر تذهب بها والدتها ووالدة زوجها إلى أقرب مسجد لهم بقصد أن يبارك الله لها في مولودها، أو بقصد أن لا يصيب مولودها مكروه مثل العين أو السهل. هل الذهاب بها إلى المسجد صحيح لهذا القصد؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا العمل غير صحيح ولا أصل له، ولا يجوز العمل به. وذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة مع المسلمين أو لسماع الذكر مباح لها، وبقاؤها في بيتها أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإنما يشرع ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة، أو يباح إباحة ذهابها إلى المسجد للصلاة مع المسلمين، أو الاستفادة من درس أو محاضرة أو سماع خطبة الجمعة. وأما خروجها لأجل المباركة على المولود فهذا لا أصل له وهو من البدع. نعم.